ست ونرجع نكمل. الستات طبعا، الستات بتوع حوارات عشان الرجاله بتكذب كتير، الستات عكسهم. الرجاله بيحب نحور كده شويه وبتاع. الستات بس، الستات عندهم بيرغوا كتير ويلفوا ويدوروا. اكيد الستات ما بيعرفوش يكذبوا، او لما بيكذبوا بيبان عليهم. دايما بنقول اللي في قلبنا، دايما بيقولوا انهم ما بيعرفوش يكذبوا. الرجاله تحسهم مستلكين كده. في رجاله ما عندهمش لف ودوران. الستات عشان الست لما بتتعصب بتقول كل اللي جواها. الستات طبعا. الرجاله طبعا بيداروا بيخبوا، لانه عارفين هم بيبقوا غلط دايما. لان الراجل متعدد اللي هو الدماغ المتقلب. احنا غلبانين ما بنعملش حاجه، هم المسلكين. الراجل مربوط بلسان. انت عندك تكلمي 100 راجل ولا تكلمي واحده ست؟ ان الستات اصلا بطبعها صريحه، ما بتخبيش حاجه اللي في قلبها على لسانها، بيحبوا يقولوا كل حاجه. الرجاله ولا الستات؟ ده الستات دول اكتر ناس في العالم بيكذبوا.